السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نبدأ نحط عناصر في برنامج الانفرا ووركس. فأول حاجة نعملها ان احنا هنا من كونتنت هختار هنا ستايل، هيبدأ يجيب لي قائمة. القائمة دي فيها عناصر كتير جدا، في حاجات خاصة بال 3D موديل، في حاجات خاصة بالماتيريال، في حاجات خاصة بالفساد. وليكن مثلا اخترت هنا، اخترت مثلا بيلدينج، طيب ريزيدنشال، تختار بقى المبنى اللي انت عايزه وتبدأ تسحب وتحطه بقى في المكان اللي انت عايزه بالشكل دوت. طيب وتقدر تضيف للقائمة ديت من هنا ستايل اديت، تبدأ تختار بقى العنصر اللي انت عايزه، تشوف هو موجود فين على الجهاز عندك. تمام، اخترت مثلا وليكن عايز الحاجة تكون مساحتها صغيرة شوية الفيلا ديت. تمام، هيبدأ هو بقى يحملها وتبدأ بقى تختار الاسم بتاعها، مثلا الموديل كده. هو خد كل المعلومات بتاعتها ونقول له اوكي. هو فعلا حملها لنا هنا، تقدر ان انت تسحبها، تقدر تعمل ريبليس لأي جزء انت عايزه، وليكن مثلا هنا، فيبدأ يحمل لنا الفيلا ونقدر نتحكم في المقاس بتاعها. وتقدر تنقلها مثلا لو انت عايز، ونقدر نصغرها، فتقدر تضيف اي حاجة عندك على الجهاز بالشكل ده. طيب ممكن برضو نروح هنا الكرييت ونقول له مثلا احنا عايزين نضيف حاجة في السيت فرنتشر مثلا. طيب ممكن نضيف مثلا، تكتب هنا اللي انت عايزه، في طبعا كل حاجة موجودة. اخترنا مثلا هنا شجرة مثلا، هنبدأ نضيف الشجر هنا اهو. ممكن تضيف شجرة واحدة او تضيف مثلا مسار يمشي عليه الشجر. هي ضافت. طيب احنا عايزين بقى نعمل مسار كامل وتقوم دي قوة الخصائص بتاعتها اللي انت عايز تعدل فيها. طيب ولكن مثلا انا اخترت الشجرة ديت وبدأت احطها مثلا على الطريق بالشكل دوت. ولما تخلص ممكن تدوس انتر مرتين مثلا اهوت، تقدر بقى تشوف الخصائص بتاعتها، تعدل فيها زي ما انت عايز، وهنا تعدل المسافات اللي بينهم. وكل واحدة فيهم ممكن تعمل سيلكت عليها، وممكن تعمل لها موف لو انت حابب، ممكن تكبرها مثلا، ممكن تعمل لها روتيت. عندك قدرة كبيرة جدا على التحكم في العناصر اللي بتضيفها.